كده وصلنا لأهم جزء في الحروق اللي هي عملية التريتمنت. التريتمنت هنا قبل ما تاخد خطوة العلاج لازم تعمل تقييم للحالة اللي قدامك الأول، هل ينفع تتعالج ولا ما ينفعش تتعالج، وده من خلال تحديد درجة الحرق قد إيه ومساحة الحرق قد إيه. مساحة الحرق إذا تعدت 40-50% فاعمل حسابك إن الحيوان هيخش في تشوك وهيموت، يعني كده هتصرف على الفاضي. فالمفروض قبل ما تعالج تقيم حالة الحيوان، هل الحيوان ده هيكمل معك ولا مش هيكمل معك. العلاج بتاع الحرق هنا بيبقى من خلال 4 خطوط أساسية. أي طريقة علاج هتستخدمها في لوكال أو سيستميك تريتمنت مش هتطلع بره ال4 خطوط. نمرة 1 ان انت تعمل ريليف للبين، تشيل الالم لان الحيوان حاسس بالم شديد جدا بعد الحرق. نمرة 2 ان انت تشوف المشاكل السيستميك اللي حصلت نتيجة السيركولاتوري ديستربنس وتبدأ تعدلها. اتفقنا واحنا بنتكلم على الباثوجينيسيس ان في اعراض لوكال وفي اعراض سيستميك، وقلنا الاعراض السيستميك دي بتبقى نتيجة ان الحيوان بدأ يحصل فيه نوع من انواع الهيبوفوليميا او التوكسيك تشوك فممكن الحيوان يموت. فدي الخطوة الثانية في العلاج او الخط الثاني في العلاج. نمرة 3 ان انت تعمل كنترول على البكتيريا الانفكشن، ده مكان اتحرق والنسيج اللي فيه حصل له نكروزز ومات، جود ميديا للجروس بتاع البكتيريا، وسط مناسب وبيئة مناسبة لنمو البكتيريات، فلازم تحاول تعمل كنترول على الانفيجن بتاع البكتيريا للنسيج اللي مات. نمرة 4 او الخط الرابع في العلاج ان انت تنشط الهيلينج، ان الحيوان يحصل هيلينج بسرعة بقدر الامكان وتقلل الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل اثنين. وبالتالي هنا بنقسم طرق العلاج للحرق الى خطين، خط لوكال وخط سيستميك. الخط اللوكال نمرة 1 ان انت تحاول تشيل الالم اللي حصل في مكان الحرق من خلال استخدام المية الباردة، ان انت بتبدأ تيجي للمكان اللي اتحرق وتحط عليه مية باردة سواء في صورة دش او في صورة كيس فيه تلج، تلفه في فوطة وتبدأ تمشيه على المكان اللي اتحرق علشان تبرد المكان ده وتشيل الالم. ولو نفتكر مع بعض من الانفلاميشن ان استخدام المية الباردة والتلج في الاماكن العرضة ان يحصل فيها نكروزز يبقى فيه تحته كم خط، في مكان حصل فيه حرق وفي احتمال ان يحصل ترومبس في البلاد فيزلز اللي راح تغذي المكان، فانت كده لو بردت اكتر من اللازم ممكن الاماكن في الزون رقم 2 اللي قلنا واحنا بنتكلم على الباثوجينيسيس ان هي ممكن تعدي معاك وممكن يحصل لها نكروزز هي كمان وجنجرين ويحصل لها سلافنج، الاماكن دي مع التبريد الشديد والفازوكونستريكشن بتاع البلاد فيزل ممكن الزون دي كمان تسقط، فعشان كده ما تبالغش في عملية تبريد المكان. واذا كانت الدنيا شتاء وحسيت ان الحيوان بدأ يبرد من المية الباردة بتوقف لحد كده. اذا كان الحرق ده نتيجة مواد كيميائية كروسيف زي البوتاس زي الجير الحي، كيميكالز زي الاسيدز والالكالين، فبتحاول تغسلها كويس. وجماعة الفلاحين دايما لما عيل صغير يتحرق يتكب على جسمه وبطاس اللي هما بيغسلوا بيه كروسيف سبستنس، تلاقيهم بعد ما يغسل يروح يجيب لبن او بيض ويدهن بيه المكان اللي اتحرق. هي الفكرة هنا الاساس بتاعها ان هو بيدي سبستريت للكروسيف سبستنس تشتغل عليه، بدل ما تعمل بريك داون للبروتين بتاع الجلد تبدأ تلاقي سبستريت تاني تبدأ تشتغل عليه وتاكل فيه. فكرة مش غلط يعني. الاماكن اللي حصل لها تفحم او الاماكن اللي حصل فيها نكروزز المفروض ان انت بتشيلها. نمرة 1 علشان ما تبقاش ميديا جيدة للنمو بتاع البكتيريا ويبدأ يحصل انفكشن ويبدأ يحصل توكسيميا. نمرة 2 علشان ما تشتغلش كعازل ما بين الادوية اللي انت هتبدأ تستخدمها توبيكال على مكان الجرح وما بين الجلد السليم، فبتحاول تشيل الحياة. اذا كان في بليسترز او فيزيكلز، بليسترز والفيزيكلز دي بتبقى مؤلمة جدا، المفروض ان انت تفتحها عشان تكشف الجلد اللي تحت منها وتقلل الالم اللي بيحصل للحيوان. بالنسبة للحروق بتاعت الكهرباء شكلها ممكن يبان من برة بسيط، لكن المشكلة بتبقى اكبر من جوه. يعني لو شفت شكل الحرق 5 سنتي في 5 سنتي اعمل حسابك ان الحرق من جوه ده حجمه اكبر بكتير جدا. تأثير الكهرباء على الأعضاء الداخلية وعلى الأنسجة العميقة بيبقى أعلى بكتير من شكله البراني. وفي الحالة دي إذا كانت المشكلة حرق بالكهرباء يبقى لازم تأمن نفسك وتأمن الحيوان، تطلب من صاحب الحالة فلاح إن هو يفصل الكهرباء عن البيت
وتسحب الحيوان بره المكان اللي حصلت فيه القصة دي وتطلع تشتغل عليه بره، ما تشتغلش في المكان اللي حصل فيه صعق كهربي، امان ليك. دي الخطوط الرئيسية بتاعت اللوكال تريتمنت. طب ايه هي الادوية اللي بنستخدمها كلوكال تريتمنت وتخش تحت انهي خط؟ نمرة واحد التنكشر ايودين، والتنكشر ايودين ده انتيسبتيك مطهر، تحطه على الاماكن اللي اتحرقت على اساس ان هو يحصل تطهير للمكان ويعمل كنترول على الانفكشن. الساتوريتد بيكريك اسيد، والساتوريتد بيكريك اسيد ده يعتبر افضل الانتيسبتيك اللي ممكن نستخدمه للحروق، لان ليه اناليزيك افكت، يبقى هو بيشتغل انتيسبتيك وفي نفس الوقت بيلطف المكان اللي اتحرق. التانيك اسيد جيلي ده استرينجنت، واسترينجنت معناه ان هو بيرسب البروتين على الرو سيرفيس، على السطح بتاع الحرق. يعني ايه؟ يعني بيمنع الاوزنج بتاع الفلويد، بيخلي او الحرق اللي كان ممزله يبدا ينشف، بدل ما كان بينز ميه والميه دي هتعمل هايبوفوليميا، يبدا يقفل السطح بتاع الحرق، يخليه يجشجش او يخليه ينشف او يخليه يبطل ينز ميه عن طريق البريسبيتيشن للبروتين على السطح بتاع الحرق.